والمعركة تتطلب قائد عسكري وليس رئيس بالمعنى التقليدي. باخد أمان الخياط أخليها تسبح عكس الطيار، أرجعها لك شاويش وعقيد مع بعض زي الإيز وفيروس سي بالظبط. عندما يجتمع المال المسيس والإعلام فلا تسأل عن المبادئ. أمان الخياط إعلامية مصرية بدأت حياتها العملية في التلفزيون المصري، قلعة الكذب والتضليل، لتنقل منه إلى الإعلام الخاص لتصبح أحد رواد الإعلام الذي يوجهه المال الحرام. ينتفض الشباب المصري في ميادين مصر في 25 يناير ضد نظام مبارك وآلته القمعية، ليتخذ الإعلام موقفاً معادياً للثورة ومشوهاً لها. ولكن الخياط كان لها دور آخر، فانضمت لصفوف الثوار الذين رحبوا بها على منصاتهم. لما يجي قائد من الجيش ويقول لنا كلام مخنا يشتغل، قال ايه؟ اخر كلمة قالها لكم، قال خلي بالكم لازم تفضلوا تحافظوا على مصر. مين اللي خربها؟ انتوا ولا هما؟ يمضي الصراع بين الثورة ودولة مبارك متمثلة في مجلسه العسكري، فتستمر الخياط في دورها رافعة شعار مدنية الدولة وإسقاط الحكم العسكري. لا نريد لمصر في هذا التوقيت ولا في المستقبل دولة ذات طابع ديني أو محكومة بمنطق عسكري. تصبح مصر على صفيح ساخن مع انطلاق السباق الرئاسي. تحتدم المنافسة بين مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي وبين مرشح العسكر أحمد شفيق، فتخرج الخياط مهاجمة شفيق فاضحة فساده. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً. ما أن يحط الدكتور محمد مرسي رحاله في قصر الرئاسة حتى تبدأ مكينة إعلام رجال الإعلام حرباً دروساً ضد الرجل. ولأول مرة منذ انطلاق ثورة يناير تخرج أمان الخياط عن الدور المرسوم لها لتأخذ دورها في الحملة الشيطانية على مصر من خلال برنامجها التلفزيوني على قناة أون تي في التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس والمعروف بعدائه للإسلاميين. تنطلق الدعوات للخروج في 30 يونيو لإسقاط الرئيس، فتكون الخياط أحد الداعين لتلك التظاهرات وتخرج بنفسها لتقود المظاهرة إلى قصر الاتحادية. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. تحت مدعاة الاستجابة لرغبات الشعب ينقلب قائد الجيش على الرئيس في 3 يوليو، فيتضح دور الخياط بجلاء أكثر بدفاعها المستميت عن الانقلاب، وهي التي لطالما تشدقت بمدنية الدولة. لم يفوت الخياط وهي ربيبة مسبير وتلميذته النجيبة أن تبرر المجازر التي ارتكبها العسكر في رابعة العدوية والنهضة. خلينا بداية نقول أن مصر بتعيش لحظة قاسية. اللحظة دي هي ثمن أن احنا نسترد استقلالنا الوطني، وأي مبالغة في المشاعر العاطفية هي تسيء لمشهد مصر. كان التحول الكبير في مبادئ الخياط وبيعها لنفسها على قارعة الشاشات للانقلاب وقادته سبباً كافياً كي تصبح مادة دسمة لسخرية أقرانها من الإعلاميين.
مدام أماني بسبب موقفها المميز ضد الشباب اكتسبت لقب بيعبر عن حب الشباب ليها، وده اللي بان في أغنيتها في المركز التاسع خلي السلاح صاحي. أنا من اللي بيسبحوا عكس الطير وما بخافش، هما بيسموني شويش وعقيد. ألف مبروك. ألف مبروك. ترقيق. باخد أماني الخياط أخليها تسبح عكس الطيار، أرجعها لك شويش وعقيد مع بعض زي الإيز وميروس لي بالظبط. كما أن السيسي هو أمل الحزب الوطني وقبلة الحياة التي أعطتها الدولة العميقة لنظام مبارك، رأت الخياط في السيسي أمل مصر وسندها في شدتها، ربما لإنقاذ رقبتها ورقاب أخواتها من حساب الشعب الذي اقترب لا محالة. علشان كده محدش يزعل إن هؤلاء البسطاء يشعروا بإن السيسي هو الرجل بتاعهم وهو ظهرهم، وهو زيه زي العلم اللي في ظهري ده اللي يقدروا يتسندوا عليه وهم واثقين. من أروقة مسبيرو العامرة بالفساد والانحطاط الأخلاقي إلى حظيرة سويرس الإعلامية التي يغذيها المال الحرام، تلك هي سيرة ومسيرة أماني الخياط.